فالتشكيل في العالم كله بتلاقي تشكيل المنتخب تشكيل ثابت. اللي احنا بنتمناه ان التشكيل يبقى ثابت في بطولة العرب، يبتدي ياخد العناصر اللي هي فعلا عندها من الخبرات وعندها من الانسجام اللي ممكن جدا ان هم يحصلوا فيه على اكبر قدر من الاداء، ثم البطولة الافريقية، ثم ماتشين ان شاء الله اللي احنا نلعبهم ايا كان الفريق. احنا هنلعب ماتشين يودونا كاس عالم، وبرضو بنقول للجنة انا مش اكسب ليبيا وودي مكافات، ما ينفعش. يبقى انا كان ده طبيعي حضرتك تقصد مش طبيعي يا كابتن ان انا ده طبيعي ان احنا نكسب، يعني ان احنا نصل الى المرحله ان انا ادي مكافاه. يعني انا مثلا ابني جاب 50% ادي له مكافاه ازاي؟ يعني ادي له مكافاه ازاي؟ لا لسه 50% في المباراه الاخيره. لا انا مفروض ان انا لما اوصل كاس عالم اطلع مكافآت، وبعدين انا ممكن كمان اصعبها على المدير الفني ان انا عايز لما اروح كاس عالم ابقى في مرحله معينه اتجاوز المرحله الاولانيه، مرحله المجموعات مثلا، ابقى ادي مكافاه، لان المكافاه دي ده يعني مال يعني من دم الشعب المصري. يعني ايه؟ يعني انا المكافاه دي عن جداره، ان يعني انت بتاخد مرتب كويس توديني كاس عالم، واحنا مش اقل من كاميرون لما بيوصلوا نيجيريا وبيبقوا داخلين وبيكسب الارجنتين وبيكسب البرازيل، واحنا في وقت من الاوقات كسبنا البرازيل وكسبنا في دوري القارات، وعندنا من نوعيه اللعيبه اللي عندها الثقه والاداء المميز في كل المجالات. منتخبنا قادر على ان هو يصل الى كاس العالم يا كابتن؟ ان شاء الله باذن الله تعالى، مع شويه حاجات كده بسيطه كده، كروش وهو بيوقف بيوجه اللي انا بتمناه، ما يبقاش فيه توجيه من حد تاني خارج الدكه. يعني دايما يبقى فيه توجيه او هو يعني بيطلب حد عشان يوصل حاجه معينه. أيوة. الانضباط ده بينعكس على الاداء مع اللعيبه جوه الملعب، وكمان في اوضه اللبس وفي في الفندق وفي كل مكان موجود في المعسكر لازم يبقى فيه الحته دي. الحاجة التانية الاختيار، حسن الاختيار، وماليش دعوة بأي حاجة، أنا راجل عندي خبرات دولية كبيرة وشفت بقى دلوقتي خلاص اللاعبين كلهم خلاص يعني. وأنت مفروض راجل جاي مفروض زي كوبر كده في 48 ساعة اللعيبة بتجيله ويوصل. أنا برضو كروش أعتقد إن خبراته أكتر من كوبر أو يعني زيه، يبقى برضو الحتة دي تبقى فيها الاختيار والاهتمام، لأن الشعب المصري في امس الحاجه ان يوصل كاس عالم ويبقى الاداء اداء مشرف يشرف الكره المصريه اداء ونتيجه.